هاي جايز، كيف حالكم؟ صارتكم بألف خير. بتشوفوا فيديو اليوم معكم جميلة من قناة جوج عبد اللطيف. اليوم راح نسوي مع بعض ثلاثة ماسكات مرة فظيعة تجنن. أنا بنفسي يعني جربتها، فما أقول لكم حاجة اللي أنا جربتها. قبل ما يبدأ هذا الفيديو بقول لكم حاجة مرة مهمة، لما تسوي الماسكات جربوها وشيء على يدكم او على رقبتكم، لانه في بعض الماسكات ما تناسب انواع البشره. يعني مثلا انت كانت بشرتك حساسه، استخدمتوا ماسك للبشره الدهنيه، فكذا وجهك حينخرب 100%. فعشان كذا سوي نفس طريقتي ويب. طبعا اكيد ما راح اسوي هذا بلبسي، ف بصير لكم حركه مره حلوه. شوفوا، ها شوفوا، لبست الروب احسن من كل لبس ملابس تتوسخ. انا قبل اي حاجه لازم تكون بشرتكم نظيفه قبل اي ماسك، غسلوه بالغسول، نظفوه بحقة الميك اب، المزيل الميك اب عادي اي حاجة، بس اهم شيء وجهكم يكون نظيف. زي ما انتم شايفين شلت الميك اب من وجهي وتأكدت انه ما في ولا نقطة ميك اب على وجهي. ودحين راح نبدأ نسوي لكم اول ماسك. ويلا راح نحتاج لاول ماسك حليب بودرة ونشا الذرة، تقدروا تستبدلوه برز مطحون. وكمان راح نحتاج لشاهي اخضر وزبادي. حطيت الماسك على وجهي، حخليه لين ما ينشف تقريبا 15 دقيقة زي كذا. زي ما انتم شايفين غسلت الماسك الأول، وعلى الصراحة يعني أنا من دحين النتائج مرة عجبتني. شوف كيف فجأة شوية أحس فتح زي ما انتم شايفين، وراحت أغلب التصبغات هذه اللي حلو مرة. دحين نروح نسوي ثاني ماسك. الماسك الثاني راح يكون بس مكونين، راح يكون لبن زبادي وقهوة. أنا استخدمت قهوة تركية، استخدموا أي قهوة عندكم بس المهم إنها تكون مطحونة. ودحين حطيت الماسك على وجهي وراح أخليه 10 دقايق. راح نحتاج لآخر ماسك مربى أي نوع عندكم عادي، وحليب بودرة وزبادي. راح اخليه 10 دقايق تقريبا، حينشف نص نص، فانا بقى زي كذا. بعدين راح اغسله. وكذا خلصنا هذا الفيديو وخلصنا هذه الثلاثة ماسكات. اليوم بشرتي احسها تقول لي انا كيكة الزبدة. والله صراحة شوف كيف مرة صرت ناعمة وفتحت بشرتي مرة. فلازم دحين نرطب الوجه، مرة ضروري نرطب الوجه. اول شي حجرب هذا اللي هو الماية الوردي اللي بالعكر الفاسي. انا اجرب الماية العرض، انا اجرب ماية الورد العادية، فبجرب اليوم حقت العكر الفاسي. وهستخدم كريم نيفيا. وكذا زي ما انتم شايفين خلاص رطبت وجهي ومرة مبسوطة بالنتيجة. خلاص انا يعني انا من النوع اللي مرة احب الماسكات وزي كذا، عشان كذا اعطيتكم المضمون عندي مرة. فكذا خلصنا، لا كذا خلصنا نحفر. وكذا خلصنا هذا الفيديو. لا تنسوا تسووا لي لايك وسبسكرايب وكومنت وشير. و سي يو، مع السلامة.